أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونرجع لمتابعة الصحافة العالمية وما اهتمت به من قضايا وموضوعات. وما زال معنا أستاذ عزت إبراهيم الكاتب الصحفي بالأهرام، ونروح لتقرير محبط جدا للواشنطن بوست. التقرير يرى أن الحرب الأهلية السورية سوف تستمر لعقد آخر من الزمن، وحتى تقدير مبدئي لنهاية الحرب أنه ما بين 2018 و2023. طبعا هي مستندة لمجموعة من العوامل والأسباب، أبرزها أنه متوسط الحرب الأهلية 10 سنوات، والحرب ابتدت في سوريا 2002. الرقم هذا يعني أو معدل العنف بيزيد مش بيقل. الحروب الأهلية تكون أطول وأكثر دموية من المتوسط عندما تدخل القوى الأجنبية، وهو ما حدث حاليا في سوريا. يعني سوريا الصراع فيها أصبح متجاوز الشأن الأطراف السورية فقط. أيضا الكثير من الفصائل وجودها يطيل من أمد الحرب، وعوامل أخرى أيضا. هل تتصور أنه صورة بهذه القتامة أنه الحرب ممكن تستمر طول هذه المدة في سوريا؟ يعني التقرير لأحد أبرز كتاب الواشنطن بوست هو ماكس فيشر، معروف عنه أنه من الكتاب اللي يعني يستند إلى معلومات. التحليل يستند إلى دراسات العلوم السياسية تمتد إلى عام 45 حوالين الحروب الأهلية في جميع أنحاء العالم. هو شايف انه تعقيدات الوضع في سوريا هتوصلنا لمرحله انه الرئيس الامريكي اوباما والرئيس الذي سياتي بعده ربما يعيش مع الحرب السوريه، الحرب الاهليه السوريه الى حتى عام 2023. وهو بيقول انه هذه التعقيدات، هنا متوسط الحروب الاهليه في العالم 10 سنوات استنادا الى الارقام منذ عام 2002 بالملابسات اللي موجوده فيها في الحاله السوريه، فمن المحتمل انه العشر سنين دول ينطبقوا على الحاله السوريه وربما اكثر. وبيقول انه الارقام الحروب الاهليه في كثير من دول العالم تزداد تعقيدا في الاوضاع الحاليه بسبب تدفقات السلاح وغيره، ووجود شبكات اللي هي شبكات الارهاب الدولي. الحروب الاهليه بيقول انها قد تطول اكثر وتكون دمويه عندما تتدخل القوى الاجنبيه. والوضع في سوريا هناك أطراف كثيرة جدا تمول، أطراف كثيرة تدفع بمقاتلين، دول جوار لديها مصالح متضاربة ومتعارضة. الأمر الآخر أنه وجود عدد كبير من الفصائل. أنه الحالة السورية دلوقتي هذه الفصائل أيضا تقوم بتقسيم سوريا فيما بينها. وأصبحت هناك مناطق نفوذ للمعارضة مختلف أنواع. المعارضة المدنية، المعارضة الإسلامية، النظام، الأكراد. كل هذه التنوعات بتؤدي إلى أنه زيادة ترسخ هذه القوى في مناطق نفوذها، وبالتالي إطالة أمد الصراع أطول. يعني هو يمكن التقرير شايف بشكل واضح أنه من الناحية النظرية إحنا هنعيش مع الأزمة السورية سنين طويلة، وبالتالي كل ما يقال حاليا عن إمكانيات الحل ربما سوف يستغرق الأمر شهور طويلة. يعني أعتقد أنه هذا التقرير ممكن يكون محبط حتى للعاملين في الأزمة السورية، يعني أطراف المعارضة المختلفة. هل تتصور أنه ممكن يكون من سيذهبوا إلى مؤتمر جنيف 2 يفكرون وهذه الحقائق في خلفيتهم، أنه قد يستمر الوضع بهذا الارتباك على مدى هذه السنين الطويلة؟ أنا عايز أشير يمكن لحاجة في تقرير يعني خاص بمجلة فورين بوليسي اليوم، بيقول إنه جون كيري هو الرجل الوحيد في الإدارة الأمريكية الذي لديه رغبة أو مقتنع بإمكانية عقد جنيف 2. أن هناك انقسام شديد جدا داخل الإدارة الأمريكية في هذا الشأن. يعني في شك أنه جنيف 2 سينعقد أصلا. حتى أنه روبرت فورد اللي هو السفير الأمريكي الحالي في سوريا أبلغ جون كيري حسب المجلة أنه هناك صعوبة في تجميع المعارضة السورية قبل منتصف نوفمبر. الميعاد المحدد 23 نوفمبر. هو شايف أنه هناك أسباب كثيرة جدا بتدعو إلى التشاؤم في هذا الشأن، أنه المعارضة أصبحت منقسمة على نفسها. هناك في خبر النهارده انه المعارضه السوريه اجلت اجتماع اسطنبول الخاص بتنسيق جهودها حتى 9 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر. واشنطن بوست واكثر من جريده الحقيقه معانا النهارده بتتكلم عن الخلافات الامريكيه السعوديه. واحنا كنا اشرنا ليه بالامس في مقال ايضا، ورغم نفي الجانب الامريكي. عنوان الواشنطن بوست: الخلافات الامريكيه السعوديه وصلت نقطه اللا عوده.
العلاقات الأمريكية وصلت لنقطة لا عودة، والكاتب الأمريكي صاحب المقال يتعجب من صمت الرياض وواشنطن على مدى عامين لم يفعل خلالهما أي شيء لاستدراك الموقف. أسباب طبعا حالة البرود ما بين البلدين، الموقف الأخير الأمريكي من ناحية يعني لم تأخذ موقف حاسم تجاه ما يحدث في سوريا، السعودية كانت تريد أكثر حسما من ذلك، والتقارب الأمريكي الإيراني مؤخرا أيضا يقلق المملكة. الكاتب ديفيد إغناتيوس وهو من أهم كتاب الواشنطن بوست بيرى يعني في تحليل الشخصيات المؤثرة في المشهد، شايف أنه التواصل أو الاتصال الشخصي بين الإدارة الأمريكية وبين القيادة السعودية في العامين الماضيين قد أصابوا كثير من الضرر نتيجة عدم فهم كثير من المسؤولين الأمريكيين للمخاوف السعودية، وده أمر متكرر في عدد من المقالات الأخرى. وشايف أنه مستشار الأمن القومي السابق في الولايات المتحدة توم دانلون لم يقم بدور حيوي أو دور مهم في التقريب وجهات النظر بين واشنطن والرياض، وعشان كده يمكن هو بيقترح أنه تكليف شخصيات بعينها لإدارة الملف، لأنه الملف وصل لمراحل حرجة، فاقترح أنه جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية وجورج تينت المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية أنه يقوموا بدور في توثيق العلاقات من جديد مع السعودية، لأنه البلدين لا يجب أن يصل إلى مرحلة اللاعودة في هذه المرحلة. أيضا وكالة رويترز اليوم أشارت إلى أنه في تحليل لها منذ قليل إلى أن السعوديون يمارسون ضغوطا حتى لا يتصرف الأمريكيون بهذه الحالة من الضعف، بيقصدوا بالضعف عدم الحسم في قصة سوريا وعدم الحسم في إيران أو اتجاههم لإقامة علاقة وثيقة مع روحاني إيران في الوقت الحالي. حسن روحاني الرئيس الإيراني الجديد، وإمكانية أن تنمو العلاقة مع إيران إلى مستوى علاقة حميمة تحصل بموجبها إيران على امتيازات كبيرة في مقابل تخلي الولايات المتحدة عن العلاقة الاستراتيجية الحميمة مع السعودية. نعم. طيب نتوقف لحظات مع حضرتك عشان نتابع مؤتمر لحركة محامون من أجل العدالة بيعقد حاليا في نادي المحامين، نتابع منه جزء ونستكمل بعده حوارنا مع أستاذ عزت إبراهيم. حقوقية ومنظمات غير حكومية وجمعيات أهلية وقضاء ومواطنين والحركات القانونية والسياسية، وتلا ذلك جلستين اقتصر على أعضاء الحركة لجمع ما توصلت إليه الحركة من توصيات وركائز أساسية ينبغي النص عليها في الدستور والمواد المختلف عليها وبعض النصوص المقترحة من الحركة، وتم بلورة تلك النصوص إلى رؤية الحركة لعرضها على لجنة الخمسين، وتقدمنا بطلب إلى السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، وطلب أيضا مقدم إلى مقرر لجنة الخمسين الدكتور جابر جد نصار، والذين بدورهم أحال الطلب المقدم من الحركة إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، والتي أهدرت مجهود الحركة خلال الشهرين المنصرفين، ولم نتلقى حتى الآن ما يفيد تحديد جلسة استماع إلى الحركة لعرض رؤيتها، وقد لاحظنا إهمالا وتجاهلا ملحوظا للطلب المقدم من الحركة إلى لجنة الحوار المجتمعي التي أغلقت أبوابها وصمت الآذان عن الاستماع إلى الكثير والعديد من الحركات القانونية والثورية الجادة، ورفضت اللجنة الجهود الجادة التي ترغب في المشاركة في بناء هذا الدستور، وأترك التفاصيل والركائز الأساسية للمتحدث الرسمي ليحدثنا عنها. نشكر الأستاذ أحمد شماتي رئيس الحركة، والآن مع كلمة الأستاذ إبراهيم عبد العزيز سعودي المتحدث الرسمي للحركة فليتفضل. السلام عليكم. أولا طبعا برحب بكل السادة الحضور، وبرحب بترحيب خاص بكل السادة الإعلاميين اللي بيحضروا هذا المؤتمر اللي احنا دعيناهم ولبوا الدعوة مشكورين، لأن احنا رأينا في الإعلام هو فرصتنا لتوجيه رؤية محامون من أجل العدالة إلى الشعب المصري بعدما عجزنا عن التواصل مع لجنة الخمسين بسبب ما أشار إليه الأستاذ أحمد شمندي من عبثية ما سمي بلجنة الحوار والتواصل المجتمعي. الحقيقة الأمر بدا لنا شديد العبثية، لا ندري على أي أساس يتم تقييم
من يتم الاستماع إليهم، ولا على أي أساس يتم تقييم من لديه رؤية جادة حول الدستور ومن ليس لديه رؤية جادة، وأين تذهب أو أين يذهب المنتج من جلسات الاستماع. وتابعنا هزليات لا تتسق ولا تتناسب مع جدية ما حدث من محامون أجل العدالة في نقاش الدستور. ويمكن هنبدأ إن إحنا هنعرض عليكم استاذ عادل الفيديو جاهز؟ هنعرض عليكم فيديو لمدة 5 دقائق في جانب من النقاشات الجادة التي أجرتها محامون من أجل العدالة حول الدستور، علشان نفرق بين من هو جاد، يعني من هو ذاهب ليلتقط صورة أو ليتحدث حديثا لا شأن له بالدستور ولا علاقة له بالدستور، وبين من يحاول أن يقدم رؤية جادة مخلصة لهذا الوطن، ولكن نصر على تكرار الأخطاء وكأن لا أحد يتعلم إطلاقا ممن سبقه. هنشوف الفيديو ده في خلال 5 دقائق ثم نبدأ في عرض رؤية الحركة، لأن كان مهم جدا يا جماعة أن احنا نجمع باختصار شديد لقطات بس عشان نبين الجدية. يعني لو الفيديو مش جاهز ممكن نعرضه في نهاية. ده جانب من مؤتمر حركة محامون من أجل العدالة اللي بيعقد حاليا في نادي المعلمين في العجوزة. برجع لحضرتك تاني أستاذ عزت، ونروح لمقال من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، والموضوع زي ما هو العلاقات الأمريكية السعودية وتوترها في الفترة الأخيرة. عنوان مقال واشنطن، معهد واشنطن: واشنطن أمامها فرصة لنزع فتيل الموقف مع السعودية. ما هي الفرصة التي يراها المقال؟ يمكن لو رجعنا للمقال الأول اللي اتكلمنا فيه عن السعودية، نفس الأمر اللي هي الأمر الشخصي في هذه العلاقة، أنه دائما ما يتدخل الأشخاص ذوي النفوذ في الجانبين من أجل تحسين العلاقات. هو شايف أنه النوايا السعودية أو التهديد، خطر التهديد السعودي في شأن العلاقات، غير مؤكد أن السعودية ستمضي إلى مرحلة أنها تثير أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة. لكن في نفس الوقت ما تشوفي تصريحات المسؤولين السعوديين، يعني المندوب السعودية في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة بالأمس، كان في جلسة خاصة الاجتماع الشهري حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن، وتحدث بلغة عنيفة ضد النوايا الغربية في سوريا، وقال إنه ما يفعلونه يجعل الأسد ينام قرير العين، إنه كده إنه كل اللي بيحصل بيؤدي بنتيجة واحدة، إنه الأسد مطمئن إلى ما هو فيه. هو فعلا كل الظروف تخدم الأسد في الوقت الحالي للأسف. الأمر الآخر إنه عدم وجود نوايا حقيقية أو معرفة الولايات المتحدة بنوايا السعودية فيما يخص أمرين: مشتريات الأسلحة في المستقبل ومبيعات البترول. الأمرين دول هما الركيزتين للعلاقات السعودية الأمريكية، العلاقة العملية بين البلدين يعني. فهنا شايف انه لو حصل تقارب بين ايران وواشنطن، سوف تذهب السعودية الى بناء تحالفات جديدة، وربما الاستغناء جزئيا عن الولايات المتحدة. هنا هندرسون بيقترح انه ضرورة ان تتواصل الولايات المتحدة مع الشخصيات الاهم في العائلة المالكة السعودية: الأمير سعود الفيصل وزير خارجية، الأمير باندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية والسفير السابق الذي أمضى 22 سنة سفيرا في واشنطن، الأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الوطني السعودي، وشخصيات أخرى يرى أنها يمكن أن يكون لها دور في العودة إلى تقارب جديد أو محاولة فهم ما يحدث بين البلدين. رغم أن التصريحات اللي خرجت كانت عن بندر بن سلطان أنه العلاقات متوترة ووصلت إلى مستوى عالي من الشد بين الجانبين، يعني ده بسبب استبعاده من الحوار المباشر مع الولايات المتحدة في رأيك؟ هو بالتأكيد هي رسالة نقلها الأمير باندر للمسؤولين الأوروبيين بشأن أن أمريكا تعيد النظر في علاقتها، السعودية تعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة. كانت رسالة غير مباشرة لكنها وصلت في التو للولايات المتحدة. الأمير باندر يحظى بعلاقات، لكنه علاقاته الأقوى كانت مع الجمهوريين في السابق، مع عائلة بوش كما تذكري، انه هو كان له صور كثيره في علاقات يعني حميمه، صداقه حميمه مع عائليه، انه لكنه علاقاته دائما بالديمقراطيين ليست على ما يرام.
تمام. موقع هافينغتون بوست يتحدث عن المعونة الأمريكية لمصر مرة أخرى، لكن يرى أنه حلفاء واشنطن محبطون إزاء عجزها عن مساعدة نفسها بالشرق الأوسط. يرى أنه قرار استقطاع جزء من المعونة لمصر كان لإجبار الجيش في مصر على إنهاء الحملة ضد جماعة الإخوان. وقال الكاتب أيضا أنه بغض النظر عن صحة النوايا فإن القرار لم يحقق أي نتائج مفيدة. أعتقد أن ده مضمون، يعني نفس المضمون ورد في مقالات استعرضناها مع بعض قبل كده. بالتأكيد. لوم أو إدانة مثل هذا القرار الصادر عن الإدارة الأمريكية. يعني هي حالة التخبط يمكن اللي أشرت ليها في التقرير الصحافة النهاردة في البداية لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي في بروكسل بالأمس عن مصر. يعني هو تحدث عن تجميد أو بعض المشتريات الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة، ثم في الجزء الثاني من السؤال قال أنه على ثقة أن الحكومة المصرية تتحرك في الاتجاه الصحيح، وأن مصر متجهة إلى انتخابات، وأن الحكومة القادمة ستجمع الجميع، وأن الدستور سيجمع الكل. فهذه التصريحات تتناقض تماما مع الإشارات الواردة من أطراف أخرى في الإدارة الأمريكية. المقالات من هذا النوع بترصد حالة التخبط اللي فيها الإدارة الأمريكية، عدم قدرتها على بناء رؤية واضحة أو سياسة واضحة تجاه ما يحدث. نعم. شبكة CNN رصد خبر يعني غريب نوعا ما، إقالة أحد مستشاري أوباما بعد تغريدات مهينة. تفاصيل الخبر بتقول كشف مسؤول بارز في إدارة الرئيس أوباما أنه البيت الأبيض طرد أحد مستشاري الأمن القومي بعد اكتشافه قيامه بإرسال تعليقات مهينة عبر حساب وهمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكان يديره باسم سري. يعني المسؤول هو مسؤول نزع السلاح في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إرسال تغريدات عن طريق هذا الحساب السري إلى لجان في الكونغرس لسب وشتيمة عدد من أعضاء الإدارة الأمريكية، خصوصا السكرتير الصحفي في البيت الأبيض والمقربين من أوباما، وأيضا بعض القيادات الجمهورية المعروفة زي سارة بيلين وآخرين. تم اكتشاف الأمر وتم فصله أو إقالته بسبب هذه الواقعة. الأمر بيكشف عن أنه دور شبكات التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأمور، أنه هناك من يعني بيعدي الخطوط الحمراء في كمسؤول ويتصرف بشكل ربما يخالف مهام الوظيفة بتاعته. الأمر الآخر أنه لو افتكري أنه أيضا هناك البعض من المقربين من جماعة الإخوان المسلمين ممن يعملون في الإدارة الأمريكية، منهم أحد الأشخاص الذي حتى هذه اللحظة يضع على الحساب الشخصي كف ربعة ويقوم بالإدلاء بآرائه، وهو يعمل في وكالة الأمن الداخلي الأمريكي. هناك ومن المعروف أنه إذا كنت تعمل في مؤسسة يعني أنه موقعك التابع لهذه المؤسسة لا يجب أن يعكس رأي سياسي أو موقف ما. إذا كنت تطمح في ذلك يعني تعمل موقع تاني أو صفحة خاصة. هو التعليمات في الولايات المتحدة بالنسبة لكل من يعمل في الإدارة الأمريكية أو في الحكومة بعدم نشر أي تعليقات أو استخدام حساب شخصي على الفيسبوك أو تويتر بشكل عام، حتى لو كان الاسم يعني غير الاسم الرسمي ليه في المؤسسة أو الهيئة. من الممكن التعامل من خلال أمور اجتماعية بعيدة عن السياسة أو بعيدة عن مهام المنصب، وليس أكثر من ذلك. ليس أكثر من ذلك. دير شبيجل بتكشف فضيحة وبتكشف يعني خبر هيسبب أزمة كبيرة ألمانية أمريكية إذا ثبتت صحته. برلين تشكو من التنصت الأمريكي على هاتف ميركل. يعني تم رصد أو يعني تحدثت رئيسة وزراء ألمانيا مع أوباما أنه هناك شكوك تحوم حول مسألة تجسس المخابرات الأمريكية على هاتف ميركل الشخصي. وفي حديثها مع الرئيس أوباما قالت ميركل أنه الأمر سيكون له تداعيات خطيرة إذا ثبتت صحته، في العلاقة بين البلدين طبعا. يمكن ميركل من الواضح أنها تحدثت بلغة يعني عنيفة مع الرئيس الأمريكي، وهي قالت له أنه ما حدث هو اختراق لجدار الثقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، أنه المعروف أنه العلاقات أقوى علاقة للولايات المتحدة في القارة الأوروبية
هي علاقتها بألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها الحليف الأكثر وثوقا للولايات المتحدة. الجديد بقى أنه من الواضح أن الأمور بعد ما كشفت عنها دير شبيجل أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في برلين اليوم من الخارجية الألمانية للاحتجاج ولإبلاغه بعد أن ألمانيا لا تقبل مثل هذه التصرفات. هذه التصرفات تأتي في ضمن كشف عن سلسلة متتالية من عمليات التنصت الأمريكية. احنا فاكرين أنه حصل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تم الكشف عن التجسس على رئيسة البرازيل، وهي أيضا قدمت احتجاج. هناك لينك أو هناك صلة، ما هناك من يقوم بتسريب مثل هذه الأمور ويحاول أن يكشف ما يحدث داخل الإدارة الأمريكية. معايا خبر آخر من أسوشيتد بريس. الميليشيات والسياسيون في مزيج ملتهب بليبيا. طبعا الوضع في ليبيا يعني وضع مأساوي، وآخر ما كان يطمح ليه الليبيين بعد ثورتهم على معمر القذافي. مر عامان على ليبيا منذ سقوط معمر القذافي، لكن بدلا من الحرية والتنمية التي كان يأملها الليبيون، انزلقت البلاد في فوضى أكثر. الفصائل الإسلامية والجماعات المنافسة المدعومة من الغرب تجانسا معا في مجموعة مذهلة من الميليشيات، وتحولت الخلافات السياسية إلى صراع مسلح. المشهد في ليبيا مرتبك، وربما مرشح للتصعيد في يعني محافظات أعلنت استقلال أو أعلنت انفصال، وواضح أنه أسوشيتد بريس ترصد أنه هذا المشهد سيظل لفترة طويلة. الوكالة وكالة أسوشيتد بريس بترصد أنه تحول الخلافات السياسية في ليبيا إلى صراع مسلح تدريجيا. هناك توتر يصعد على السطح، هناك ميليشيات تمرح في ليبيا في كل أنحاء ليبيا حاليا. جملة من الأخطاء ارتكبت في الفترة الماضية، من بينها إعطاء الميليشيات الإسلامية دور أمني في تنظيم الحياة العامة، في حراسات المباني والمنشآت وغيره، وتنظيم الشارع الليبي. هذا أدى إلى تقوية نفوذ هذه الجماعات على حساب الحل السياسي أو التوافق السياسي. أصبحت هذه الميليشيات بالإضافة إلى وجود سياسيين لهم في المؤتمر الوطني الليبي لديهم خطة واضحة لاستهداف الحكومة الموجودة. بعضهم له نوايا واضحة لإقامة نظام إسلامي غير متفق عليه من كل الأطراف في ليبيا. ظهور تنظيمات القاعدة في الصورة أيضا يثير القلق، وهناك أنصار الشريعة تنظيم يقوى يوما بعد يوم. تضخم في حجم الميليشيات أصبح ظاهرة واضحة جدا. الوكالة بترى أنه المستقبل السياسي في ليبيا ربما كما قال أحد المحللين المعروفين الذي هرب من ليبيا، أنه ربما نستدعي حلف شمال الأطلنطي من جديد للتخلص من هذه الميليشيات حتى تبقى الدولة الليبية على قيد الحياة. وحيفضلوا يستدعوا يعني حلف شمال الأطلنطي كتير، كل أزمة يستدعوا الحلف، لأنهم هم اللي أفسدوا الصورة من أكيد الأخير. أكيد أشكرك على هذه الجولة المتنوعة أستاذ عزة إبراهيم الكاتب الصحفي بالأهرام، ونلقاك مع جولات أخرى مع الصحافة العالمية. مشاهدينا يعني كنت معاكم في فترة بث مباشر، أنا منى شايب وتصحبكم الزميلة ريهام إبراهيم في استكمال للبث المباشر بعد الفاصل.